نسأل الله عز وجل أن يجعل الجنة مسكنك ومثواك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نسأل الله عز وجل أن يجعل الجنة مسكنك ومثواك وأن يتغمدك بعظيم رحمته الواسعة جزاء ما قدمت من أعمال في سبيل الله وشعبك وأمتك الإسلامية والعربية والعالم أجمع، وأن يلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان لفقدانك.